في فكر فني، في فكر اداري، في افكار جديده. واحمد حسام وجهازه اشرف خضرب وايمن الجمل وعمر جمال وكل اللي اشتغلوا واحمد الجمل وكلهم يعني اشتغلوا وبذلوا جهد، واحنا جايين نكمل شغل بعض. احنا كمدربين وبحترمهم جدا وبحترم كل الاجهزه اللي اشتغلت كجريد وايمن كلهم اشتغلوا. انما هي لو انت جاي من بعيد من بعيد خالص كان هتبقى في صعوبات كبيره. انما معظم اللاعبين اللي متواجدين في الملعب يعني مثلا زي فوزي زي تسوقي زي نصر زي باهر زي هاشم زي عصام زي عماد حمدي زي مخلوف زي عمر وحش زي عبد الرحمن مجدي زي مدبولي زي شامي، نسبة 70 أو 80% من الموجودين داخل الملعب عارفين اسلوب لعبي ايه، عارفين اسلوبي انا احب الانضباط والالتزام خارج وداخل الملعب ما هو مطلوب يطبق داخل الملعب. فدي ساعدتني. واللي ساعدني اكتر كمان ان التجربة احنا اشتغلنا فيها قبل كده، فاكيد طبعا ان دي سهلت عليا بعض الامور في الاول. انما انا شايف ان الامور في الفتره القادمه هتتحسن للافضل. ليه؟ لان في مجموعه داخل بقى في محترفين جدد يعني مثلا زي انور زي مثلا اكا زي مثلا في لاعبين زي احمد محسن زي نجاز زي يعني في لاعبين زي كريم الدين زي كريم عرفان زي خليفه زي فراس شواط يعني زي شبراوي لعيبه كتير مش عايز انسى عماد. انا عايز بداوا يخشوا معانا في المنظومه اللي احنا خلقناها الموسم الماضي، فعشان كده دي سهلت لي. اللي سهل لي كمان اكتر ان اللجنه اللي موجوده بتدعمني في ان الامور الفنيه خاصه بيا كجهاز فني ككوتش. ده في حد ذاته لا تتدخل، وانا ما بحبش يعني طالما انت هتتعاقد معايا لابد انك تحميني وتساندني وتدعمني في قراراتي. انت مش جاي تقول لي العب. وبصراحه يعني انا شايف اريحيه كبيره جدا جدا الى ابعد الحدود. انا اشتغلت بره وجوه، انا شايف ان اللجنه مدياني جميع الصلاحيات الفنيه اللي شغال بيها، فدي بتديك اريحيه كمان كاداره بتدعمك وعندها ثقه فيك في قدراتك كجهاز فني، فدي كمان بتسهل لك الامور شويه. وان هي في ظهر الجهاز الفني وفي ظهر اللاعبين ومقتنعه 100% بالجهاز الفني مقتنعه باللاعبين، فدي بتسهل لك كمان الامور. انما حته ان الفرقه كلها قريبه وفرقه كويسه كمان كلها قريبه، ده بيدينا حافز اعلى ان احنا نكون اقوياء اقوى. لابد ان احنا نبذل جهد اعلى كمان ونكون يعني زي ما نقول اي ام هانجري، يعني انا جعان نقاط، انا جعان اداء، انا جعان ترتيب. لازم يكون انت كلاعبين وكنادي وكجمهور لازم تكون جعانين الحاجات دي عشان ندي في الملعب ونقاتل في الملعب ونقدر نخرج الثلاث نقاط ونخرج اداء ونخرج ترتيب في الجدول. والحمد لله يعني اول مره النادي الاسماعيلي يخرج من ثلاث فرق اللي هم في الاخر حتى من بدايه الموسم يعني.